مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم وسعيدة بالتواصل معكم في هذا اللقاء اللي أنا بالنسبة لي استثنائي، احتفالا باليوم العالمي للمرأة. هذا العام ما كانش سهل علينا الجميع، دزنا من تجربة اللي كانت استثنائية، ومرة أخرى المرأة المغربية بينات باللي مرأة وقادة وحادقة، بحيث أنه في وسط الأزمة قدرات أنها تساعد المحيط ديالها وليداتها والمجتمع باش مازال نكافحوا وندوزوا من هاد الأزمة اللي عشناها. الحمد لله بوادر الانفراج بدات كتبان، وهاد الشيء ما كيزيدنا إلا فرحا على فرح، على أمل أنه يترفع علينا هاد البلاء في القريب العاجل ونرجع لحياتنا من جديد بشكلها الطبيعي، لأنه بصراحة وبصدق توحشنا بعضياتنا وتوحشنا حياتنا الطبيعية. ولكن هاد السنة كيجي الاحتفال بالمرأة باستثناء، احتفال بالمرأة اللي صارعات في وسط واحد الأزمة صحية اللي كانت خطيرة وخطيرة بزاف. لهذا الغرض اليوم كان صدف معايا ضيوف اللي عزاز على قلبي واللي عاشوا معايا تجربة من خلال البرنامج، واللي حضرات معنا اليوم باش ندير تشوف الموضوع من الجانب النفسي وحتى من الجانب الواقعي. علاش لا، حاضرين معايا ومشرفيني لالا مريم منديلي، وهي كوتش التنمية الذاتية والبرمجة العصبية بكندا. مرحبا بلالا مريم. ربي يخليك، الله يحفظك سكينة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام، وانا فرحانة ملي تنكون ديما معاكم. وانا فرحانة دائما باستقبالك وتوحشتك بزاف. ربي يخليك، انا توحشتكم بزاف. الله يحفظك. اول سيارة يحلو علينا نجي نجي للمغرب ان شاء الله. صافي، غير ديريها بنهار الجمعة باش ما كيكونش عندي لونتين باش نجي نستقبلك في المطار. الله يحفظك اليوم، الله يكبر بك. الله يطول عمرك، الله يخطيك، كل عام وانت بألف خير، ومرحبا بك في الدردشة اللي غتجمعنا بطبيعة الحال خلال البرنامج. ربي يخليك. الله يحفظك. وأيضا حاضرة معنا ومشرفانا لالا نبيلة بن أحود، وهي أستاذة في التواصل ومتخصصة في البرمجة العصبية. مرحبا بلالا نبيلة، وكالعادة منورة وسعيدة جدا أنك تكوني معي في هذا اللقاء. بارك الله فيك سكينة، شكرا جزيلا. وانتي كتعرفي انك عزيزة بزاف على قلبي، ودائما انا كنكون سعيدة وانا معك. الله يطول لي عمرك، وانا اسعد وفرحانة بزاف اليوم باش نخلق الحلقة معاكم ان شاء الله باذن الله. كان من المتوقع ان تكون معنا ضيفة ثالثة، ولكن للاسف تحضر عليها الحضور في اخر لحظة. غير هو من خلال هذا اللقاء كنبغي نوجه رسالة لكل النساء اللي شاركوا معايا في البرنامج خلال هذه المرحلة. البرنامج بطبيعة الحال كيفما كتعرفوا تزاد خلال الكونفينمون، عشنا مع بعضياتنا تجارب عديدة، لحظات متنوعة، لحظات عديدة فيها فرحة، فيها بسمة، فيها تخوف، فيها غيرة على بعضياتنا، مجموعة من التفاصيل اللي عشناها من خلال هذا اللقاء اللي غنمكن نعتبره لقاء اجتماعي كيستهدف المرأة، الأسرة والمجتمع. فكنبغي نقول لكل النساء اللي شاركوا معايا في هذا اللقاء كل عام وأنتن بألف خير، شكرا لأنكم عطيتوني فرصة باش نخلق النقاش معكم وبرفقتكم، وباش نستمتع بهذا اللقاء هذا اللي أكيد أنه استفدت منه الكثير والكثير، وضاف للذهن ديالي الكثير والكثير. وهي فرصة أيضا باش نتوجه لجميع النساء المغربيات باش نقول لكم كل عام وأنتن بألف خير، شكرا لأنكم أكدتم مرة أخرى بلي أنتم نساء اللي في المستوى اللي فوق القمة، حيث المرأة المغربية في هذه الأزمة كان منها الأستاذة في الدار، كان منها الأخصائي النفسي في الدار، كان منها أحيانا الطبيب والممرض والسيدة اللي خاصة تدير التعقيم واللي خاصة تخلق وصفات للتعقيم واللي خاصة تلقى حلول لمجموعة من المشاكل اللي عشناها خلال هذه المرحلة هذه. فمرة أخرى كنقول للنساء في العالم برافو عليكم، كل عام وأنتن بألف خير، وأخص بالذكر النساء المغربيات سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، نقول لكم شكرا لكنا. فوالا، وغادي نمشي مباشرة عند لالا مريم. لالا مريم، أولا كنبغي نقول لك كل عام وأنت بألف خير. اليوم أنا غنتكلم على الجانب النفسي، ولكن قبل منه غنتكلم شي شوية على الجانب الشخصي. لالا مريم من النساء تبارك الله اللي أنا فخورة جدا بمعرفتي بيك وبمعرفتي بمسارك. تبارك الله 30 سنة من العمل ومن الجد ومن الكد، أم
اللي هاجرات واللي استقرت في دولة غير المغرب، واللي دارت واحد المجهود كبير باش يمكن أنها توصل وليداتها وتوصل حتى راسها. هاد السنة هادي احتفلتي بلا غوتخيت ديالك، ولكن ماشي بلا غوتخيت، بداية مرحلة جديدة في حياتك، لأنه كنت فرحانة بزاف ملي تبعت معاك كيفاش احتفلوا بيك الناس، كيفاش داروا ليك لو بو دو ديبار، وكيفاش انتي كنتي متفائلة وفرحانة بهاد لافاز جديدة في حياتك. عاود حتى الطريقة باش كتواصلي والعطاء اللي عندك، سواء مع يعني القنوات ولا الإذاعات الناطقة باللغة العربية في كندا، ولا حتى طريقتك في التواصل مع الناس وكيفاش كتبارطاجي معاهم المعلومة، كتدعي أنني نتوقف عندك ونقول لك برافو عليك. ولكن كيفاش قدري تدوزي هاد التجربة ديالك لنساء أخريات اللي كتقول لك أنا صافي عييت ما بقيتش قديت؟ ربي يخليك، كنشكرك جزيل الشكر لاله سكينه على هاد كل كلمه طيبه قلتيها في حقي. ربي يخليك. انا كيف كنقول دائما، لا مع الجاليه المغربيه ولا المغاربيه ولا مع بنات بلادي ولا امهات بلادي المغربيات اللي في المغرب، انا منكم ومعاكم وليكم. هذه ديما تنقول هاد لي تخوا فراز، لان كنتعلم من الصغير ومن الكبير، وكنتعلم وكيتعلموا مني الناس. انا بالفرحات عليا كنشارك داكشي اللي تعلمت ليه ولا اللي قريت ليه ولا التجربه ديالي، ما عندهاش قيمه الا بقات غير عندي انا. شنو تنقول للناس والنساء؟ الحمد لله برهنوا على مهارات، برهنوا على طاقات، برهنوا على إنجازات، وصلوا لمناصب عليا. دونك ماشي هاد الجائحة هي اللي غادي توقفنا، دازوا جائحات كتار زعما في تاريخ البشرية، وتحلينا بالصبر، وتحلينا بالشجاعة، تحلينا بالقوة، تحلينا بالعطاء. سورتو الأمهات ديالنا حنا، هادي أنا أول جائحة ولاله سكينه كاع هاد لا جينيراسيون ديالنا اول جائحه كنحضروا فيها. دونك سي ميو باش نديروا الطاقه ديالنا في الحوايج الايجابيه، ما نمشيوش للحوايج السلبيه. ديجا كاينين في الحياه، دونك نكونسونطري راسي في الجهه اللي فيها الضوء ديالي، نضوي على راسي، نبغي راسي، نعطي القيمه لراسي، نتهلا في راسي، اي بي سي دو لا كينتجوا الاحاسيس الايجابيه، وكانت قوة بالصبر، وحنا يد في اليد، ما كنخليوش بعضياتنا. الحمد لله في هذه الجائحه كيف تحلينا بالعطاء اللي زعما ما كنتسناوش واحد لو غوتور من عند الناس، وقفنا مع ناس، وقفنا مع بعضياتنا كاملين، لا بالكلمة الطيبة ولا بالابتسامة ولا بواحد النصيحة بالإيجابية، لأن الإيجابية ديالنا هي اللي كتوصلنا، وهي اللي كتخلينا نتحداو نفوسنا. دونك هذاك كيف كنقول ديما، هذاك لو لونغاج انترن، داك الكلام الداخلي ديالي ولا داك الصوت الداخلي ديالي، في العود ما نبقى نسمع غير الحوايج السلبية عندك، ولا في اتونسيون لهاد الحوايج، ولا انت ما قادرش، ولا انت ما يمكنش توصل، ولا كاع الحوايج اللي غادي اللي ولا الاعتقادات اللي غادي توقفني على المسار ديالي. نهضر معاه، نتكلم مع نفسي، نقول اوكي انا سمعتك، بوتيت جاي هنا باش تحضرني على شي حاجة، على شي موقف غادي نقابل شي موقف وغادي غيكون صعيب عليا، انا فهمتك، ولكن دابا كيفاش نهضر مع راسي، وكيفاش نلقى الحل، وكيفاش نزيد القدام. لان الا بقيت غير في المشكل في حد ذاته، بان راه كنحكم على راسي بعدم الانجاز وبالفشل، ولكن الا قلت كيفاش غادي ندير، اذا كان نرود الدماغ ديالي باش كيعطيني حلول وباش كيحفزني وكيزيدني القدام.
الله يعطيك الصحه ومشكوره جزيل الشكر. ولا سمحتي لي احنا غادي نوصلوا الدردشه ديالنا اليوم احتفالا بالمراه المغربيه والمراه العالميه ايضا. هذا الشيء ماشي كيقيس فقط غير المراه المغربيه، ولكن ربما كاين تميز شويه عند المراه المغربيه لانها كدير المجهود المضاعف، وهذا الشيء علاش كيتسالوا العديد من الناس على سر الحضور والسر ديال 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 لا بغينا نقولوا ديال نجاح المراه المغربيه. السر كيكمن في انها انسانه اللي كترفض انها تبنى مواقف انانيه في حياتها، دائما هي الهدف ديالها الاول هو العطاء بطبيعه الحال. انا غادي نتجه عند لاله نبيله. لاله نبيله ما شاء الله عليك ام الوليدات، حتى انت عشتي واحد التجربه الاستثنائيه، انسانه اللي تنقدرها وتنحبها وتنحييها بزاف، استاذه جامعيه اللي اثناء الازمه كانت مرافقه للطلبه ديالها، كانت مرافقه الناس اللي احتاجوا لها، انسانه اللي كانت دائما مفعمه بالامل، مفعمه بالثقه في النفس. احيانا كنا كنتناقشوا خارج الاثير مع لاله نبيله وكتقول لي اش غيوقع، ان شاء الله ما غيكون الا الخير، رغم التخوفات اللي سيطرت علينا جميع كبشر في مرحله من المراحل، ولكن رغم النقاشات ديالنا، ربما التصرفات اللي كنا كنشوفوا في الشارع، الناس كيفاش كانت كتعامل، المؤاخذه ديالنا على بزاف ديال الامور، دائما كنتي كتحلي بواحد بواحد البسمه، بواحد التفاؤل، بواحد الثقه في النفس. اشنو غادي يوقع، ان شاء الله غدوز الازمه بسلام، ان شاء الله غادي يكون خير. اكيد انه انسان اللي كتمتاز يعني بواحد الروح ديال المبادره والروح ديال العطاء وروح ديال المسؤوليه اللي هي كبيره وشي حاجه اللي مهمه بزاف. وبطبيعه الحال لنبيله هذا الشيء انعكس ايضا على الاسره ديالك وعلى المحيط ديالك، وكنتي انسانه اللي قريبه بزاف ديال الناس ديك المرحله، بزاف ديال الناس تشكاو عليك في ديك المرحله لنبيله ياك. شكرا شكرا جزيلا على الكلمات الطيبه. احنا افكتيفمون تعرفنا في، انا كنعرفك، انا دائما من المعجبين بك لاله سكينه. الله يخليك ليا، انت راه من اجمل الشخصيات اللي كاينين في لي ميديا، وحنا كنحتفلوا بك وكنقول لك كل سنه وانت رائعه سكينه، كالعاده دائما كنت رائعه ومتميزه. الوغ في لا بيريود ديال كورونا افكتيفمون بصح انا كنت لقيت راسي كيخصني نقري ولادي كيخصهم يقراو، كيخصني ندخل الدار ونتكلف بكل شيء، الوغ كو فهمتي ديك المساعدات العادي اللي كيكونوا عندنا نورمالمون ما كانش باقي عندنا الفرصه نديروهم، لان كلشي دخل دارو، كلشي استلف دارو، كلشي كيخصو يقوم بزاف ديال المهام. يعني كنا واحد القصه وصلنا لواحد المرحله ديال يعني تعدد الاختصاصات، جميع المجالات كيخصنا نديرو جميع الاشياء. هي ايفيكتيفمون انا الحاجه الوحيده اللي دائما كنحمد عليها الله، ان بصح شحال من سنه وانا كنشتغل على هذه الايجابيه، لان الايجابيه بحال شي بحال اون بلانت اللي كتاخديها وكتبداي كتسقيها كل نهار كل نهار كل نهار، باش كتقدري في اي وقت من الاوقات تلقاي راسك قادره توقفي وقادره تمشي وقادره تقولي بان توت شوز اغيف بوغ اون ريزون ديتيرميني، اي حاجه كتوقع كتوقع بسبب ما، وهذا السبب لعله خير، هو فيه خير. داك الشيء علاش كنت زعما كنحاول نشوف دائما الجانب الايجابي من هذه المساله. اللي كنقدر نقول بان يعني كان بزاف ديال الناس اللي كانوا اونغاجي في هذيك المرحله، منهم يعني الاعلام اللي كان تري تري اونغاجي، وسكي بيان سي كواحد الوقيته لقيت راسي بان بصح جيتي سوليسيتي مع بزاف ديال المنابر الاعلاميه، ولقيت بان هذيك المساله كانت واجب لكل شيء كيخصو يديرو. بصح ان كان الناس اللي الاصدقاء اللي كيتشكوا يعني كانوا ناس اللي بصح عاشوا واحد الحاله من الخوف، واحد الحاله من القلق، من التوتر، والحمد لله قدرنا نسيروهم نديروا ان بو داكومبانيمون ا ديستانس، لان كلشي كان واحد في واحد الفتره متجند باش يقدر يساعد كلشي. نقدر نقول بان ابري كورونا اننا كبرنا، تعلمنا بزاف د الحوايج، لان ما كناش كنتظروا شي نهار بان شي حاجه غادي تجي وتوقف الدنيا، ولكن اللي تعلمنا افكتيفمون بان احنا يقدرنا نخرجوا منها او لا، المهم على وشك اننا نخرجوا. اشنو وقع كاع؟ ما وقعتش شي حاجه اللي ما كانش ممكن توقع في الدنيا،
اللي وقع اننا قدرنا نشوف بزاف ديال جوانب ايجابيه، تعرفنا على راسنا اكثر، جلسنا في ديورنا اكثر، واكبنا مثلا تم مساله التعليم عن بعد مثلا مع الطلبه. انا عشت تجربه مختلفه مع طلبه اللي كتلقاهم انهم ريسبونسابل، واعيين بالمسؤوليه اللي عليهم، عارفين بان عندهم امتحانات. ما كنهضرش على التعليم يعني التربيه الوطنيه، كنهضر على التعليم العالي، اللي كانوا بصح طلبه واخا الخوف واخا القلق واخا كل شيء، انهم تاهما تجندوا. وديك الشيء كيبين لك بان راه في الازمات كنخلقوا حوايج وحدين اخرين جداد، وكنقدروا يعني نخلقوا منظومات جديده اللي نقدروا نمشيو ليها. مي دائما الانسان كيخصو يكون ايجابي، وكيخصو يامن بان راه ما كتوقع حتى شي حاجه الا من لسبب ما، وهذاك السبب هو خير. وهذه هي الحاجه الوحيده اللي دائما كنعاودها وكنرددها، وكنظن بان هي اللي كتصوفينا حتى حنايا ملي كنكونوا كندوزوا دي جوغ بينيبل، حيت حنايا بشر، حتى حنا كيكونوا دي مومون عندنا شويه ديفيسيل، كيكونوا الضغوطات كثار، ولكن الحمد لله اون اريف توجور ا نوزون سورتير. فكرتيني انا بلا دابا فواحد المره كنظن كنا كنوجدوا البرنامج واتصلت بك وكندخل ونخرج في الهضره، جيتي فريمون كنت شهادة الحق خصني نقولها، كنت واصلة لواحد ليطا اللي بصراحة، لأنه باش نكونوا صراحة دوزنا مراحل اللي كان فيها خوف كبير، لأنه كان خاصنا نطمنوا الناس، كان خاصنا نعاونوا الناس، كان خاصنا نقولوا الناس شنو خاصهم يديروا، ولكن أو ميم طون حنا بشر، عندنا والدينا، عندنا عائلتنا اللي كان عندنا تخوف على الوالدين مثلا، كنشوفوا الناس كتموت بسبب البانديمي، فوصلنا واحد الوقيتة اللي كان لو بلوكاج. أنا كنتذكر معاك نبيلة اتصلت باش نتفاهموا على الحلقة، وبديت كندخل ونخرج في الهضره، نبيله تقول لي سكينه تكالماي بلاتي، وبقات كدوي معايا تقريبا واحد 40 دقيقه وانا وياها مجمعين حتى رجع لي الاستقرار الطبيعي ديال بنادم طبيعي. عاد قالت لي دابا سي بون جو تو كونفيرم، يلا وسيري تنعاودو نتلاقاو في الحلقه. جو تو ريميرسي انورميمون بور لو بور لو بور لو سوتيان، هاد الفرصه باش نقول شكرا بزاف. ولكن بصراحه كان يمكن عشنا واحد المرحله اللي كان خاص فيها ندويو مع بعضياتنا، نقلبوا على بعضياتنا، كما تنقولوا نكاليو دوك لي بوين دو فيبليس عند كل واحد فينا في مرحله اللي ما كانتش سهله وما كناش عارفين التفاصيل ديالها بطبيعه الحال وكيفاش غادي تدوز. بالصالح ان التضامن راه شي حاجه مهمه بزاف، راه حيت كلنا كندوز من مراحل ضعف، والضعف ديالنا هو القوه ديالنا، كيخصنا نعترفوا بان هذه المرحله مرحله ضعف، حيت انا بشر كنقبلها، مادام انني كنقبلها هي اللي كتخليني كنتقوى ونافونسي. واللي جميل في المجتمعات النسائيه ان النساء بصح راه كيسمعوا لبعضياتهم، مني كنكونوا بعضياتنا راه وحده كتشكي على وحده، راه كلشي كيخرج ماشي كيفرغ، هذيك الوقيته كتحس براسك ارتاحيتي شويه، واخا يكونوا عندك عائلتك ويكونوا عندك وليداتك وكلشي، ولكن دائما محتاج الاذن النسائيه. دونك هذا هو الميزه اللي عندنا حنايا على الرجال، هادشي علاش وحشنا الحمام والله حتى بغي وحشنا. غادي نرجع عند لاله مريم. لاله مريم طبعا حامي كنتكلموا احتفال بالمراه في المجتمع المغربي، سواء المراه المغربيه داخل المغرب ولا خارج المغرب، عندها واحد لا بغينا نقولوا واحد لي كاركتيرستيك كنحطوا فيهم المرأة المغربية. من تنجيو نحطوا المسار تلقاوها امرأة مكافحة صبورة، إنسانة اللي معطاءة، ما كتنتظرش أحيانا داك ما كتنتظرش داك الاعتراف، ربما هي كتعطي بقدر كبار من داك الاعتراف اللي كيجيها. كنعرفوا جميع بلي حتى دينيا المرأة لا المغربية ولا العربية ليست ملزمة بمجموعة من الأمور، ولكن المرأة المغربية كديرها بحب، كتدخل المطبخ مثلا وطيب لوليدتها بحب، كتحمي وليدتها بحب، كتحن على الزوج ديالها بحب، كتقرب على والديها بحب، يعني كما كنقولوا كتضامن وكتقرب أكثر الناس اللي قرب لها بواحد الحب كبير. إذا عندها واحد الطاقة اللي احيانا كاين الناس اللي ما كيعرفوش كيفاش يوجهوها وكيتسالوا كيفاش نوجهوها، ولا كتقول لك لو انا ما غاديش نقدر ندير شي حاجه وانا ضعيفه وانا ما غاديش نقدر نوصل وانا يعني من الجانب النفسي كيفاش نقدروا ندويو في هذه النقطه هذه، وانطلاقا من تجربه ايضا ما فيها بس نفيقوا بعضياتنا. هذه جلسه باش نديروا شي حاجه جديده من بعد كوفيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. قبل ما ندخل في هذا الجانب النفسي، اليوم من هذا المنبر انا كنبغي نكرم كل مرأة اللي ما كايناش على الساحه، اللي ما كتبانش، منهم الامهات ديالنا، العمات ديالنا، الخالات ديالنا، الجدات ديالنا،
اللي المرأة العادية اللي صنعت أجيال وكبرات رجال ووقفات في كيف تنقولوا في الشدة وتحلت بالصبر ولو كيكون عندها ضغوط نفسية، ضغوط عائلية، ضغوط اجتماعية، ضغوط مالية مادية، تحلت بالشجاعة وبالقوة وكانت واقفة مع راجل مسانده ولو وخف الظروف المزرية وخف. كانت المرأة ديال الجبال ديال القرى، هادو كلهم ما بغيتش ننساهم وبغيت نقول لهم ألف تحية، وكنرفع لكم القبعة على الصبر ديالكم وعلى التربية الحسنة اللي عطيتونا كمثل وعطيتوها لوليداتكم. دونك هذا من شيم المغربية الحرة، المغربية الأصيلة، أو العربية الحرة، العربية الأصيلة المسلمة اللي كتعطي، ما كتسناش كيف قلتي الاعتراف ولا كتسنى التقدير، كتديرو بأنك تقول بأن خصني نديرو. أنا مادام عندي أولاد أو عندي زوج أو عندي عائلة إلا وهذا سيتان دوفوار، هذا خصني ندير بلا ما نتسنى سميتو. دونك وكبرونا على الصبر، ولو دي فوا بعض المرات زعما كيفوق هذاك الصبر الطاقه ديال الانسان، لان مع العولمه ولا مع الاجيال الاخرى كتكون ضغوطات اخرى كثيره. دونك نقول لهم شوفوا غير من النساء اللي ما كان عندهم والو وخرجوا رجال وخرجوا نساء اللي في أعلى المستويات وصلوا برهنوا على طاقات وبرهنوا كيف كنقول على مهارات ووصلوا لمراتب عليا في كل المجالات، زعما في السياسة، في الطب، في التعليم، في كاع المجالات بصفة عامة وصلوا لها. وكتلقاي كاين الأمهات ديالهم اللي ما قارينش كاع، ما تحتش لهم الفرصة باش يقراو، سواء من ظروف اجتماعية ولا مادية، مي هذيك الخصلة ديال الصبر ناخدوها وليموديليز نتخيلوا ناخدو من عندهم ولو واحد القسط، ونقول بأن نزيدوا في الباجاج ديالي، نزيدوا في التربية ديالي، وهذه كلها تربية. وكيف قالت الأخت نبيلة، يا غيان كي يغيف بو غيان دون لافي، أي حاجة كتجينا إلا وفيها درس كنتعلموا منه، سواء كانت سلبية أو لا إيجابية. دونك ناخذ الدرس ونتعلم منه ونزيد القدام. أكيد أكيد. إلا نبيلة، في هاد الإكسبيريونس اللي دوزنا حولفنا حنايا في لوي مارس مثلا، كنحتفلوا بالمرأة المغربية وكندويو على الإنجازات وفين وصلنا وشنو اللي كسبنا وشنو اللي ما اكتسبناش إلى غير ذلك. ولكن في التجربة اللي دوزنا عطتنا بعض الدروس أخرى اللي كيخصنا نراجعوا فيها ربما حساباتنا. قد أعتبر نفسي من النساء المدافعات عن حقوق النساء فيما لا يقدح من صورة المرأة، لأنه أحيانا كاينه بعض الأمور اللي شي شوية كتنقص من قيمة المرأة بلا ما نحسو، كنقصوا من قيمه نفوسنا بلا ما نحسوا، حيت المراه ماشي جات اليوم عاد غتكتسب مجموعه من الامور، ولكن هي في حد ذاتها ككائن بشري عنده واحد التكريم كبير، وفي ديننا الاسلامي عندها تكريم كبير، ولكن للاسف نظرا لانه في المجتمع كاينين الناس اللي كيمتازوا بضعاف كما كنقولوا ضعاف العقول، تلقاو بعض الممارسات اللي هي خارجه على الاطار. تبنينا في مرحله معينه واحد الفكر اللي هو فيه للاسف البعض فهموا على أنه اكتساب لحقوق وطرح لواجبات تجاه المرأة، وكاين اللي فهم بأنه صراع ما بين الرجل والمرأة. هذا الشيء ما كيعنيش باللي المرأة وصلت، وإنما بقي دايما مشاكل كيقولوا على المرأة اللي كتعرف واللي كتقدر تجري راسها واللي تحل مشاكلها وكذا، وهذيك راه تسراتها الوقت وتسرات حقوق المرأة. ولكن ما كنجيو ندخلوا في العمق تلقاو باللي المرأة مازال متكرفصة، والمرأة مازال كتلقى حياتها مع ضعاف العقول اللي كيتعداو واللي كيفكروا بالمنطق الذكوري سواء نساء ولا رجال. كيفاش نقدروا نبدلوا هذه الصوره نفسيا؟ حيت كنشوف في المجتمع ولا بحال واحد الصراع، وحنا الرجال نتوما النساء
لا ولات المراه كتخدم اكثر من الراجل، الراجل جالس وعرفتوا نتوما قلبوا الايه، لو نتوما اللي وليو تمارسوا الدور ديال الراجل والراجل يمارس الدور ديال المراه، لا ما بقى حد يقد عليكم، لا ما بقى حد يقدر يناقشكم، كانوا خاص حنا حد يقد على حد في الوقيته اللي هو اليوم. ملي كنتكلموا على مبدا المساواه، مبدا المساواه هو مطروح في الدين الاسلامي، مطروح لانه تخلقنا حنا بجوج باش نعيشوا بجوج، باش نتكاثروا بجوج، اي دور في الحياه كنقوموا به حنا بجوج. هو لا بيرسيبسيون اللي كتكون عندنا لهذا الموضوع هو حسب الشخص وحسب هذاك لو كادر دو ريفيرونس ديالو. انا شخصيا كنقول بان حنايا نو سوم كومبليمونتير، حنايا ما كان ما اصلا باش تقولي واش كاين المساواه، المساواه في الحقوق والواجبات حسب يعني القانون والمشرع المغربي وداكشي اللي عندنا في القانون ديالنا، يعني كمواطن او مواطنه عندنا حقوق وواجبات. ولكن الا خرجنا من هذه المساله هذه ودزنا لواحد المساله واحده اخرى، حنايا كومبليمونتير. انا ما يمكنليش نساوي ذكر وانثى فقط لان حنا مختلفين، يعني وحنا ما يمكنليناش نديروا المقارنه بين جوج ديال يعني ديال الاشخاص اللي هما مختلفين. حنايا حنا كومبليمونتير، حنايا عندنا واحد العلاقه تكامليه. انا كنرجع غير شي شويه للماضي، كنعقل بان مثلا ملي كنسكر انا غومير ما كانش هاد المساله كتطرح بهذه الطريقه. المراه عندها وزن، كانت في الدار ديالها هي اللي كتحكم، هي الشورى شورتها، هي اللي كتورغانيزي ايتو. ولكن واحد الوقيته بدينا كنشوفوا بان الامور واش كتطور كتغير، لان جاونا بعض يعني بعض الافكار جاينا من يعني من مناطق اخرى من بلدان اخرى. ولكن في الاصل المغاربه اون جينيرال كان معروف عليهم بان المراه كانت عندها قيمه كبيره وكتعطاها قيمه كبيره. ولحد الان عندنا مناطق في المغرب اللي المراه هي الحاكم وهي الناهي. حنا ما كنقولوش حاكم وناهي، يعني حنا كنديروا بغض الفيغ غير كتذكير بان شكون اللي كتشرف بواحد الطريقه يعني في واحد في المجتمعات في يعني في بعض المناطق. انا متفقه معاك في واحد المساله بان ملي كنقولوا تكريم المراه هو غير التفاته لبعض الاشياء اللي قمنا بها او لا حققناها او لا كنستروها او لا يعني كنديروا بعض تدبير بعض الاشياء احتفالا باليوم العالمي للدفاع عن حقوق المراه كيف هو ما تقرر النهار الاول. ولكن مني كنقولوا هكاك راه هذا لا يعني بان المراه خاصها نهار باش نحتفلوا بها، هي راه عندها الحياه كلها، هي كل نهار فهو ديالها. ولا نقدروا نقولوا بان رغم كل شيء على لاله سكينه راه المجتمع ديالنا راه مجتمع اللي حنايا عندنا فيه بزاف ديال المساحات ديال الحريه. يعني كمراه مني كتكوني خارجه في الشارع او كتمشي تشتغلي او لا كتمشي مثلا من المنبر ديالك او من المنبر ديالي، يعني حنايا ما كندابزوش باش نوصلوا، ما كندابزوش باش نجلسوا فواحد الكرسي، ما كندابزوش باش نمشيو في الطريق. يعني كنخرجوا كنحسوا براسنا بان انا مغربيه في المغرب كنتحرك. دونك هنايا اللي بصح كيخصنا نشيروا ليه هي بعض التصرفات الخارجه بيان سور على القانون او لا على الانسانيه بصفه عامه اللي كنقدروا نلقاوها في بعض يعني عند بعض الناس، وحنا ما كنعمموش على الاطلاق، اللي باقي كيقوم بها. وما غاديش نقولوا فهي مسألة ثقافية، بالعكس هي ما مش مسألة ثقافية، هو ابتعاد كبير على الثقافة ديالنا اللي كيخلي بعض الناس مثلا جو سي با مثلا نهضروا على الخادمات الصغيرات في البيوت، ملي كنقدروا نهضروا على زواج القاصرات، ملي كنهضروا مثلا على اراضي الشيع او كنهضروا على اراضي السلاليات، يعني كنهضروا على بعض المسائل اللي كان فيهم حيف في بعض في واحد المرحله معينه من الزمن لبعض النوع من النساء. وهنا بصح كيخصنا نشيروا بان اتونسيون ما نساوش راه هذيك السيده او لا اللي كتكرفس عليها شي واحد كوساسوا من عائلتها او من المجتمع اللي حايط بها، فهي راه هي الشريكه ديالك في الحياه دائما. يعني الحياه مناصفه بينك وبين هذيك السيده اللي هي في الاصل هي من تربي ومن تعلم ومن تزرع الافكار في المجتمع. وهنايا انا كان جو سولين كيك شوز، كنقول للنساء اتونسيون. راه فاطمه المرنسي الله يرحمها كانت قالت واحد الفكره مهمه جدا بان اتونسيون
نيكسون لهذه المراه تولي هي عدو المراه، لان الا دخلت في دماغها بعض الافكار اللي كتخليها تشعر بالدونية وتحس براسها بان ما عندهاش قيمه، راه هي اللي كتكرفس على المراه. يعني ملي تجي ام وكتبين لبنتها بان هي ناقصه على مثلا على خوها، او ناقصه على ولد عمها، او على الرجل بصفه عامه، فهي هنايا ما كتسالبيهم با سيرفيس، يعني بحال كتعدى عليها، لان كدوز لها بعض الافكار، وهذوك الافكار كيمشيو من المراه للمراه وكيخليو دائما هناك مشكل في المجتمع. ولكن انا دائما كنقول بان راه الشيء اللي محققينه واللي مازال كنحققوه، انا كنظن راه حنايا غاديين زعما في طريق يعني سوي، خطوات ثابته. النساء وعاو بزاف ديال الحوايج، والسبب الكبير انهم وعاو انهم كيقراو كيدرسوا كيصبروا كيطابروا، ما كيتخلعوش، كيقدروا يديروا بزاف ديال الحوايج مره واحده. وهذا هو السبب اللي كيخلي المراه المغربيه بصفه عامه يعني كتافونسي ا باسور. فوالا نعم. انا غادي نتج عند لاله مريم قبل ما نرجع لشخصكم. حنا دائما كنتناقشوا في نفس الوقت، كنحتفلوا باليوم العالمي للمراه، وفي نفس الوقت انا كنحتفل بكم لانكم نماذج لنساء مشرفات ومشكوره جزيل. شكرا على مشاركتي في هذا اللقاء الطيب هذا، وانا فرحانه به بزاف، ومن خلالكم تنكرم جميع النساء طبيعه الحال اللي مروا معنا من خلال التجربه، او اللي تنعرفوهم، او اللي قرب لينا، او اللي بعد علينا. كل امراه مغربيه كنقول لها كل عام وانت بالف خير. لاله مريم، علاش مجتمعنا، هذا السؤال شويه غيجيك ونقارنه مع المجتمع الكندي، علاش مجتمعنا كيخافوا من المراه اللي كتكون فاهمه وعارفه وواعيه ومثلا وعندها شي حوايج اللي هي ثابتين في الذهن ديالها؟ يعني مادام العلاقه مبنيه على الاحترام والتقدير اهلا وسهلا، غير ذلك راه تقدروا تشوفوا وجه اخر. مثلا هاد النوع ديال النساء، عندنا ثلاثة ولا أربعة ديال النعوت اللي هي عام، خاصة إلا كان عندها واحد التوجه حقوقي نسائي إلى غير ذلك. يا امرأة غير سوية، يا امرأة عانس، يا امرأة متعصبة، يا امرأة يعني أحيانا كيمشيو أنهم يشيئوها وبداو يتكلموا على الشكل ديالها، ديما راه فيها شي ديفو اللي مخليها أنك كون كانت سوية وطبيعية ما غديرش هاد الأمور هادي. في الوقيتة إلا رجعنا للتاريخ ورجعنا لشويه، غير شويه قبل، ماشي بزاف، يمكن غير في الوقيته ديال الاستقلال المغرب مثلا، الا بغينا نشوفوه من الحقبه ديال يعني ديال نهايه الخمسينات وبدايه الستينات، كانت المراه في دارها يتقال عليها يعني مولات الري والشوار، القايده ديال الدار، ما كيتناقش معها حد، هي اللي عندها سوارتها، هي اللي عندها امورها، الراجل تيقولوا بلاتي نتشاور مع مولات الدار، بلاتي نشوف كذا. هذه يعني هذا الحضور ديال المراه والقوه ديالها، وما نقولش السلطه ديالها، وانما بروزها كمراه عندها قدره على انها دير بزاف ديال لي طاش بقى وحده، كانوا خليو لها هاد القيمه هذه، وكانوا الناس مستأنسين بها ومرحبين بها وما كاينش مشكل. مقارنه مع الفكر الاوروبي اللي خدينا منه بزاف، للاسف ما خديناش منه الزوين، كناخذوا غير الاشياء السلبيه للاسف. شنو تقدري تقولي لنا؟ توت في هذا المشكل ما كاينش غير في المغرب، كاين حتى هنا عندنا في كندا. هذه مساله ديال التربيه والتفكير الذكوري اللي غالب على دفوع على الراجل، هادشي كيجي من التربيه، من تجارب الحياه ديالو، كيفاش هو تبرمج من الصغر ديالو، سواء من التعليم ولا من الاعلام. ماشي كلشي الناس جون جينيراليز با، ماشي كلشي الرجال في حال هكا. دونك ومليتي وكاين كاع اللي تيجي لهنا لكندا، كاين كنعرفوا بان كندا كتعطي الحقوق حريه للمراه والطفل، وعاد الرجل من بعد كتحافظ على الحقوق ديال المراه. دونك المراه ملي كتجي هنا كومونس ا سيبانوير، كتقرا، كتزيد تقرا، كتخدم، تتعامل مع ناس وكنديات او مغربيات اللي قدمت هنا. دونك تيوريوها بزاف ديال الحوايج، بان راه عندها حقوق، عندها كيف عندها حقوق، راه عندها تواجبات. الراجل شويه ملي كيحس بهاد بحال المراه غادي تخرج شويه من الطوع ديالو، تيولي يقول وانت جيتي لهنا وتصرتي ووليتي انت اللي باغا تحكمي، وليتي انت اللي باغا تكوني هي الراجل. مي ما كنعممش، ماشي كلشي رجال بحال هكا، مي كاينين اللي وقعوا في مشاكل وكانوا، وكاينين اللي وصلوا للطلاق ولو عندهم وليدات، وبقى محجر عندهم هذاك التفكير
هذاك التفكير الذكوري قبح الشر عندهم، ما نفتحوش على الايجابيات وعلى الطاقه اللي غادي يقدروا يخلقوها هما بيناتهم بجوج الا مشاو بجوج بعيد. راه لان المراه الا وصلت لواحد المناصب راه كيعم هذاك الخير ديالها على دارها وعلى وليداتها وعلى الزوج ديالها. دونك ما خصش يكون هذاك الخوف، خاص تكون الشفافيه بيناتهم، خاص يكون الاحترام بيناتهم، خاص تكون الموده بيناتهم، واحد كيشجع الاخر. نقول لهم بانكم جيتوا لبلاد الغربه خاصكم اليد في اليد وتحدوا، لان المراه تغربات جات مع الراجل، او سواء جات تقرا او جات هذا ايميغراسيون ولا باريناج، مهم كيف ما كان هذا اللجوء ديالها لكندا هاجرات به، خاصهم يتحدوا لان خلات عائلتها، خلات الحباب ديالها، خلات الاصدقاء ديالها، خلات دي فوا خلات العمل ديالها، اي فيس فيرسا حتى هو لا ميم شوز. دونك يديروا اليد في اليد ويتحدوا، وما نشوفوش غير لو كوتي دي فوا كيشوفوا الاكثريه لو كوتي ماتيريال. كاينين اونتر بارونتيز كاين زعما نقاشات بزاف ومشاجرات بزاف على لي زالوكاسيون فاميليال، على الفلوس ديال الدراري كيف غادي نقول بالعربيه، زعما كيبقى داكشي محجر. وشكون اللي كيادي الفاتوره اللي اسميتو كتكون عاليه؟ هما الوليدات، لان الوليدات كيتغربوا، لان في غربه في غربه كيتغربوا في بيتهم، في البيت الصغير ديالهم، والولاد ديالهم ما كيعرفوا راسهم واش سورتو اللي زايدين هنا واش هما مغاربه اولا كنديين وكيبيكوا ولا بزاف ديال الحوايج. دونك خاصنا نردوا البال هذا اللي سميتو، لان الهجره عندها جوج ديال التحديات: تحدي بانك تخرجي من بلادك، تحدي بانك بغيتي انت توصلي راسك، بغيتي تنجحي كشخصيه تو تيبانوير في بلاد جديده، وعندك خاصك تتاقلمي مع البيئه، تتاقلمي مع اللغه، تتاقلمي مع الجو، تتاقلمي في العمل، تتاقلمي مع الاصدقاء الجداد. ولو المراه المغربيه بالصبر ديالها زعما مشات بعيد كوميم، نجحات في هاد الميادين، لان عندها ديك الطاقه وعندها ديك القدره بانك تتاقلم سوا في بيتها مع وليداتها، مع الزوج ديالها، مع عائلتها، مع عائلة الزوج ديالها، مع العائلة الصغيرة أو الكبيرة، في العمل، مع الأصدقاء، في المجتمع، كتكون زعما كتعاون الناس. دونك كنحييها من هذا المنبر المرأة المغربية، لأن تحدات نفسها بواحد الدرجة اللي ما كتصورش. كاين بزاف ديال العوائق وديال هادو، ما تنبغيش نقول انا دي بروبليم، ولكن تحديات كبيره سواء في المحيط ديالها ولا في الطاقات ديالها ليدونتيتي ديالها، بزاف ديال الحوايج زعما مشات فيها بعيد، وكنحييها من هذا المنبر. اكيد الاستفاضه في النقاش، انا ماشي بعدت على الموضوع، ولكن حاولت انني نطرح مجموعه من الاشكالات اللي طرحها نفسها في علاقتنا ما بين في علاقتنا مع المراه، وفي العلاقه ما بين المراه والراجل، والظروف اللي عشناها في كوفيد، واللي كانت خلقات واحد الانتفاضه ديال العدد من النساء، واللي منها غادي نمشي لهاد الاسئله اللي غتكون شويه سريعه ما بيناتكم بزوجات، نضحكوا شي شويه ياك. الوغ شنو هو، غادي نمشي عند نبيلة، اشنو هو اكثر مشكل سمعتيه من مرأة او لا من نساء في الوقيته ديال كوفيد؟ اكثر مشكل ما عرفتش مشاكل كثر. اكثر شي حاجه اللي بقات كتعاود ليك كتقول لك فوالا راني اليوم كتسمعها وغدا كتسمعها وبعدو كتسمعيها، هي المشكله ديال القرايه. عرفت النساء إذن سوفير مع الدراري الصغار، ما بقاوش عارفين واش يقريوهم، واش تكونيكتاو مع من واتساب ولا من زوم ولا فريمون عياو. شحال من وحده كتقول لك انا صافي قلت لي ما تبقاش كاع تدخل تقرا، ما عندي ما ندير بهذا الشيء، عييت. سي فغي بان هذه تعاودت بزاف في لا بيريود ديال الكورونا، عييت. لالا مريم، احنا شنو نقول لك، حيت حنا زيرو عليك بزاف، كاع اللي هضرتي معاه تقول لك وانا غادي نضطر تكون عاك ندير شي جريمه، كون شديت في الحبس وخرجت وبزاف علينا بزاف. حتى كورونا بوحدو
سي ترو سي ترو زعما ايزون سيري لا فيس بواحد الطريقه ما كتصورش. انا غير ان اكزامبل هذه وقعت لي انا، مشيت عند بنت خويا من مدينه لمدينه وخليتها كان كيف نقولوا المغاربه ديما كيسبلوها في سبيل الله، تنقول غادي نوقف غادي يوقفوني هنا غادي يوقفوني هنا، ما طول الطريق وهما كاتبين في لي بونكار كبار ديبلاسمون اسونسييل سولمون. تنقول دابا انا الا وقفني هاد البوليس شنو غادي نقول ليه؟ غادي عند بنت خويا هذا ماشي ديبلاسمون اسونسييل. ايوا الحمد لله داس بخير وعلى خير. مي الناس عيات في ديورها، الناس كيف قلت لك هنا زعما بزاف زيرو بزاف، دونك الناس صافي بغات تخرج شويه بغات تنفس شويه بغات تنفس على راسها وعلى على وليداتها، لان هنا كوميم تيكونوا الدراري ما تيخرجوش يلعبوا في الزنقه فحال المغرب شي بلايص كتخلي وليداتك زعما يمشيو عند الجيران ولا يلعبوا ولا في برا الكره ولا شيء، هنا لا. دونك 24/24 وانتي مع وليداتك سورتو لي سال دو سبور ولا لي زاكتيفيتي كلهم حابسين، دونك 24/24. واللي تيقول لك عاد ولينا كنعرفوا وليداتنا وكنعرفوا رجالتنا، الله يحسن العون الله يحسن العون الله يحسن العون. انا اكثر شكوى سمعتها في المرحله ديال الكوفيد، ويمكن كانوا كيجيوني جوج حتى ثلاثه ديال المكالمات في 15 يوم في السيمانه، لانه كندير برنامج قانوني. الو سكينه لاباس بخير الحمد لله كلشي وداك كلشي وداك. صافي عييت امتى غيتحلوا المحاكم؟ بغيت نحط ورقيه بغيت نمشي في حالي بغيت نطلق من بعد الكونفينمون. ايوا شنو باقي غادي؟ لا صافي والله ينعل الشيطان وهي، حيت كنا جالسين مع بعضياتنا 24/24 وشويه ديال الصراعات حتى هادي، دابا سي بون صافي الامور استقرت. اذا هذا سي لو مو نيجاتيف اللي بقيت كنسمعوا بزاف بوندون الكونفينمون. اشنو هو لو مو بوزيتيف او لا لو ميساج بوزيتيف، الرساله يعني الايجابيه اللي بقيتوا كتسمعوها في المرحله ديال الكوفيد من عند النساء؟ حتى رمضان دوزناه في العالم سكينة وي نيسا تقول لك اه دوزت رمضان مع راسي شفت عائلتي طيبت الشهيوات ديالي بوحدهم فريمون لي فام ايتي كونتونت اون فيت تو لو موند جو بونس. الناس اول رمضان ما كاينش الخروج ما كاينش الدخول، بنادم مسد عليه وجالس عقلنا على راسنا مزيان في هذا رمضان وكان عجبهم الحال. اي سي فري حاجه واحده اخرى انا مثلا عاودتها بزاف وتصحاباتي كانوا كيعاودوها، عاد اكتشفت داري والركاني ديالي مزيان عاد شحال من حاجه ما كنتش عاقل عليها اكتشفتها، بديت كنخرج وندخل بديتي كتعرفي شنو كاين وشنو ما كاينش وعرفتي راه مشكله والله العظيم. لا مريم توتافي كيف قالت الاخت نبيله، رمضان كان تقول لك الله نفق على خاطري ونطيب الشهيوات ديالي ونجلس مع وليداتي ونجلس مع الزوج ديالي، هذه رمضان بعدا تيقولوا يا ربي بقاو سادين هذا رمضان الله هذا رمضان الاخر باش ما نرجعوش اوالو اوالو سي فري. وتيقول لك عاوتاني سي فري عاد اكتشفت الزوج ديالي ما كنتش كنعرفو ما كنتش كنعرف الولاد ديالي، دونك والناس اكتشفوا نفوسهم الطاقه ديالهم فين الحد ديالهم فين هو حدهم، دونك كاينين كوميم ايجابيات وكاين سلبيات اللي الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله في اقرب وقت ونخرجوا نتلاقاو مع احبابنا وصحابنا والعائلات ديالنا ونقدروا نشوفوا عين سافره شويه. انا تنقول الله يا ربي الله تخديت لا غتخيط عاد سدوا علينا وانا باغا نسافر الله غادي تفتح بسلام ان شاء الله وتسافري وتخرجي وترتاحي ان شاء الله كلشي الخير قدام يا ربي امين يا ربي ان شاء الله. انا لو مو بوزيتيف اللي كان طبيعة الحال رمضان كلنا دوزنا يعني الاجواء اللي كانت زوينه، الصلاه في الوقت، الانسان قدر يدير التراويح ديالو ما كنتيش كتحس داك التعب والعياء الى غير ذلك. ولكن لو مو بوزيتيف اللي عجبني خلال المرحله ديال الكونفينمون اللي حتى انا شخصيا لمستو سكو بزاف الناس اللي كيقولوا لي فهمنا القيمه ديال اشنو عندنا، فهمنا القيمه ديال وليداتنا ديال عائلتنا ديال والدينا ديال الناس اللي دايرين بينا ديال لي ديتاي ديال حياتنا وشي حاجه اللي كانت بوزيتيف. وعلى سبيل البسط كاين اللي قالوا لي ايوا اونفان قدرنا نيكونوميزيو شي شويه الفلوس ما بقاش الدوران غاديين جايين المازوت ليسونس جلسنا بحالنا الوغ انا ايسي ديكونوميزي شي شويه الفلوس سي فري
سي فري ونقصنا الكيلومترات من الطوموبيل، فرق الناس اللي كيديروا لا نافيت الطوموبيل ما ضربتش بزاف. كتجي زويره ديك خدمه ا ديستانس من اشنو هي اغرب حاجه عشتيها في الكونفين نبيله؟ اغرب حاجه ما عرفتش اغرب حاجه، فما عرفتش حقيقه. ما عرفتش واش كانت شي حاجه غريبه، ولكن بالنسبه لي كانت بيزار ما تقدريش ديريها في الحقيقه. كل شيء كان غيوني عندك في الخدمه بالسروال ديال البيجامه وبلو اورانج. لا لا هذيك راه سي راسي دوفوني ولينا تلبسو غير الفوق. ولكن واحد المساله مهمه كانت وقعت لي واحد المره وانا تفاجات بها، ملي كانت شي حاجه زوينه. كان عندي واحد الكور وتقطع لا كونيكسيون تقطعات، وانا نقول لهم شفتوا راه هاد لوبيراتور راه كيتكرفس علينا ما خلناش نقراو هادشي مع الطلبه ديال الماستر. لا غد لي كيجيو كيدقوا عليا لوبيراتور جاي لو تكنيسيان، مدام راه جاتنا ريكلاماسيون، ريكلاماسيون ديالها جاتنا ريكلاماسيون بان راه تقطع لك الانترنت. انا جي با ريكلامي سي سي لا ريكلاماسيون اي تي فيت، حيت واحد من الطلبه ديالي مشتغل تيشتغل مع داك لوبيراتور وصيفطهم ليا. وانا اكستراوردينير عرفتي ديك ديال القلق، قال لي غير قلقك مدام صافي نجيو نقادو لك الانترنيت. وسا سيتي جو ماتوندي با، حيت انا جوست قلتها كوم سا لان اشاك فوا كيتقطع. لا غادي كنقول مدام هاد الكاميرا عيطت حتى شحتي، قولي لا توليت كنشك تنقول اه بلاتي نطل واش الطوموبيله ديالهم ولا لا، لان انا جينا مخصوص باش نقادو لك لا كونيكسيون. لا لا مريم توتافي هاد القضيه ديال سورتو ديال الباس ملي بدينا كنخدموا في الدار. انا بعدا في الشهور الاخيره اللي كنت مازال مع العمل ديالي كنت باقي ما خديتش لا روتريت، كنفيق ببيجامتي تنلبس بينوار ديالي وتندير معاهم زوم، تيبقاو يشوفوا تيقول لك والله الا عبرتي، وتنقول لهم واش غنديروا حنا في دارنا. مهم ليسونسييل سي لو روندمون، ليسونسييل سي الخدمه اللي كنعطيكم، ماشي باللسته. ولاو هما ولاو الكنديين ولاو حتى هي كتلبس البيجامه وتشد كاسه ديال القهوه وكتشطر كاع قدامك ولا معاك ولا هذا كتقول لك صباح الخير، تنقول لها صباح الخير. هاد الحويجات اللي الطرائف اللي وقعوا لينا، مي الحمد لله كل وقت وقتها وكل الوقت عندها هذا الحويج الزوينه ديالها. نعم انا اغرب حاجه الى جانب طبيعه الحال الخدمه بحويج اوفيسيال من الفوق وبحويج اللي ديال الدار من تحت، من اغرب عود الحويج اللي وقعات بالنسبه للكونفينمون هو انه كاين بعض الناس اللي ولا عندهم الهوس باي حاجه راه فيها كوفيد. اذا واخا هو في الدار جالس كتلقاه اشاك فوا كيغسل يديه وكيمسح يديه وكيقرا يعني كيقرا شنو مكتوب على كوفيد وكيفاش غيطور كوفيد، واللي جا حداه من الناس اللي دايرين به يعني اللي معاه في الدار بسعمني وكذا. وهذه من اغرب الامور اللي كانت شويه سلبيه، ولكن كانوا بعض الناس اللي وصلوا لواحد الحاله اللي يعني ديال الوسواس القهري اللي ولات مرضيه، كلشي خصو يتعقم بواحد الطريقه اللي ماشي هي. اشنو هي القصه والحكايه ديالكم مع التعقيم نبيله؟ باش كنتي كتعقمي ناري بكل شيء ما يمكنش، عرفتي راه الكول راه قتلنا راه امبوسيبل. انا راه لحد الان جوسكا اوجوردي الدراري كيدخلوا من ليكول لي شوسور على الاكستيريور كيعقموا كل شيء. انا راه كنت كنغسل لي كورس كلهم سونز اكسبسيون، الخضراء كناخذها في البانيو باش نغسلها. كان ممنوع شي حد يخطي واحد العتبه البيت، مني كنمشي نتقدى كندخل ديريكت للدوش. هادي فريمون واحد لا بيريود سيتي ان لا لا سيتي ان كريتيك، لان الوعره انك تقداي كتاخدي الفلوس كديرهم في البسطام كتعقمي يديك من الفلوس كتعاودي كتقول واش داك المعقم اللي قصته واش حتى هو كان معقم، كتعقمي المعقم كتعاودي تعقم. ما يمكنش واحد الوقيته ما باقي عرفت واش ديري لي غون واش تحيدي لي غون. المهم كان داك الشيء عجيب وغريب زوين. اليوم انا وصلنا للمرحله اللي كنضحكوا عليه صافي بليزير. سي فري لا مريم
احنا هنا انا ما كنتش زعما وي كنعقم يديا لو جيل عند الباب لو ماسك وسي، ولكن ملي كتخرجي بحال دابا ان سونتر داشا في بحال دابا ميتون 20 بوتيك وتدخلي تدوري فيهم، خاص كيف اي بوتيك دخلتي ليها الا وكديري هذاك لو جيل. تنقول دابا جيل على جيل جيل على جيل راه غينوض فينا، ماشي غير الكزيم راه غينوض فينا البرص في يدينا وبارك علينا، راه زعما قتلتونا. مي كيسيو اون با لو شوا يفو سويف لا فاغ يفو سو بروتيجي. وبسميتو كنبقى نشوف فيهم تنقول لهم دابا كلشي داير النقاب، حتى واحد من رجال وعيالات كلشي ولا منقب غير هما كانوا منقبين بالمسلم ودابا حنا تنقبنا بالباغيت. والله لا باغيت ميديكال اون بلوس بالباغيت. اي والله يفعلوا علينا كيف تنقولوا دائما. امين يا رب. امين امين. لالا نبيله، شنو هو في ديك المرحله ديال الكونفينمون شكون هو اللي كان عنده الورقه الاستثنائيه واللي تيخرج يقضي لي كورس ديال الدار والمقضيه والى غير ذلك؟ واش كان واش كان يعني شكون هو داك اللي قرر انه هو اللي غيحمي العائله؟ انا المرأة المغربيه فيهم ما نقدرش نثق في شي واحد. اجيبو ماغيكول لو كونترول مي فريمون مون ماري ما عتبش باب الدار بوندون شي 4 موا ولا ما عجبكش ما عتبش. كنقول له لا 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 حتى حد، انا اللي غنتقدى لان كيجيب لي الله بحال مشى شي حد يقدر يتزاقل مع شي حاجه ويجيب شي فيروس. كنقولوا انا دي زونفون لا ميزون ما نقدرش نسمحوا لراسنا. واصلا الخروج راه كنخرج من فوا تو لي 3 سمان ولا شي حاجه، اي سي فري سي ممنوع يا كومو انا يلا انترفاس. وهذيك الانترفاس كندير بزاف ديال لي باريير باسكو كنقول جو با لو دووا دو زعما دو كونتاميني سورتو لي زونفون ولا شي حاجه بحال هكا. مي فكرتي بالطريقه ديال نبيله، سي كوا لو بوت اللي كان عندك ديك اللحظه؟ واش انت بوحدك اللي قادره انك تحميهم؟ واش انت بوحدك اللي قادره تحضني عليهم؟ سي لو سنتيمون دو مامون، سي لو سنتيمون دو لا فام، سي لو سنتيمون ديال حيت واحد الوقيته راه حنا كنوليو دي سوبر وومن يعني. سي لو سنتيمون انا جو بونس كو سي لو سونس دو لا ريسبونسابيلتي باسكو au fait dayman kangoul bna bien sûr je suis beaucoup plus responsable par rapport les enfants ou les détails par rapport aux enfants et des fois quand kangoul mais parce que ana li d'habitude quand tqda kangoul wara ana li ghadi je saurai comment faire et au fin de compte bhal lou عندي ثلاثه الدراري donc جوج الدراري وباهم تا هو ولا درت donc انا مقبله بلا كلشي parce que vraiment واحد لقيتها انا ماشي تتناقش ديك ديال ملي جا عندي الكونسير قال لي مدام المقدم باش عندك الورقه قلت له انا قال لي اش قلت لي صافي انا ميمكنش نخاف شي واحد يجي فات سيتي اون بور مي اون بور بوسي بار ان سونس دو ريسبونسابيلتي اي بيتيتر اوسي ان سافوار فير باسكو انا تندير لي كورس رابيدمون سيتادير حيت انا كنعرف كيفاش نديرهم زعما بور مو سي بوكو بلو رابيد اي دونك فوالا سيتي كوم سا. اه مي سي لو سوبر وومن داكشي اللي طال الله ما كنبغيوش راجنا الراحه دابا. لا تقول لا مريم شكون اللي كان مكلف المراه المغربيه؟ انا حيت دابا انا عايشه بوحدي ولادي كل واحد في هذا اون ابارتمون ديالو انا تنعيط لهم خرجتوا اليوم عقمتي درتي تقول لي بنتي ياسمين تقول لي ماما لا تو اكزاجير لا لا تو اكزاجير ولدي تا نعيط ليه ولدي راه تبارك الله ما شاء الله راه عنده 27 تيقول لي ماما اون اي توس ريسبونسابل اريت دو فير لا دو جوي على مير بول كو ميم راك عارفين الاحتياطات ديالنا عارفين الواجبات ديالنا مي كو ميم مره مره تنعيط اي بي كيسكو تي فيت اوجوردي ماما جو سوي سورتي ودرت التعقيم ودرت لا بافيت درت كلشي سي سا سكو تي فو سافوار اوكي ماما ريست ترانكيل زعما مي حنا ما كنتش انا بعدا ما كنتش اوبليجي ناخذ هذيك الورقه ديال باش تخرجي تقداي ولا هذا. حنا مسموح لنا كانوا اللي حالين هما لي زيبيسري هما بلاصه ديال التقديه اي لي فارماسي هذاك تو لو دووا تمشي لهم ولكن في الحومه ديالك ما تمشيش زعما لمدينه اخرى وتقولي غادي نمشي باش نتقدا ولا سميتو دونك داكشي واخا زعما مقنن مي ما عندكش tu n'as pas besoin de papier à part الناس اللي خصهم يخرجوا مورا لو كوفغ فو
ابخي 8 حنا عندنا 8 دو سوار خاصك تكون في الدار، مي الناس اللي كيخدموا دو سوار ولا دو نوي هذوك يسون طوبليجي دافواغ هذاك لو بابي دوتوريزاسيون باش يخرجوا. نعم ورقه استثنائيه كنت انا انا السبب باش قنعت والديا سكو لادريس جديده عندي انا في لاكارت ناسيونال، اذا انا اللي خاصني نديرها خوفا عليهم باش يبقاو جالسين، انا اللي غادي نخرج. وبطبيعة الحال هي فرصه باش نوجه تحيه لكاع الوالدين، الله يسمحنا بحق الوالدين، لانه كان دائما تخوف على شنو يوقع عندك الخدمه ديالك، عندك كذا عندك كذا، و ودي يافي دي مومون اللي الوالدين يمكن يقول لك صافي جلس سيدي كاع بلاش، حنايا المشكل باقي ما عرفناش كيفاش غيتطور وهادي. فاون باسي باغ دي مومون اللي كانوا صعاب، ولكن قدرنا اننا الحمد لله نديباسيهم. اليوم الحمد لله اللي ربي عطانا هذه القدره على انه اليوم نتفكروا هذا الشيء بابتسامه، رغم انه فقدنا بزاف ديال الناس في التجربه المريره، ولكن خلات فينا شي حوايج كيف ما قلتي لنا نبيله كبرنا. غادي نختم بجوج ديال الاسئله قبل ما نعطيكم فرصه باش قلنا الرساله ديالكم. سؤال من اللي جات في الاول، هذيك الموجه ديال غيسدوا علينا، واش تقديتي بكثره ولا لا؟ انا sincèrement j'ai fait les courses pour deux semaines, c'est à dire j'étais au supermarché و انا نقول بون غادي ندير لي كورس pour deux semaines parce que كنت متاكده بان ماشي غادي يسدوا علينا، يعني غيكون ما نتقداو. ولكن واحد صاحبتي كتقول لي tu connais le livre ديال لي سورفيفون سيرفايفور راه ici le monde s'arrête. نقول لها شوفي دعتك الله سكتي، ما يمكنش بغيتها تقول لي بحال الهضره. مي il y avait un cas de panique لان الناس واحد الوقيته ولا كيقولوا مي بوتيتغ الدنيا تسد، مي هذاك الشيء ديال باغ كونت جيتي ايتوني لان كانت قضيه بواحد الطريقه شويه اون فيت فايته ديك لا سامبل بور ولا لي جون ايتي افخيي، مي كنعذروهم انا ما كنحكم على حتى شي حد. انا جو سي تري بيان كو راه سي لانستان دو سورفي، الانسان بغى يدخل بغى يدخل دارو يسد عليه ايتو، جو كومبرون بارفيتمون. ولكن سي فري انا وليت ملي كنخرج ما كنديرش لي كورس ديال اون سيمين، كندير دو اولا تخوا، مي وليت اون اوت مانيير دو فير لي كورس، سيتادير شنورمال لي زاليمون لي غادي trado plus et tout mais voilà ben on l'a fait mais heureusement alhamdoulillah ma drnach dik zama dak j'étais pas effrayée du tout walakin darbna dak chi fjouj كانت اكثر يعني كان اكثر المشره وكان اكثر بطبيعه الحال للاسف هذه الوقيته هذه، ولكن مساله اللي الناس عاود رجعتها من بعد بطبيعه الحال. لالا مريم توتافي حنا تقدينا زعما بالكثره، ولكن الغريب في الامر هو كانت لا بانيك عند الناس بزاف على جوج ديال الحوايج. لي بابي هيجينيك ما بقاش في لي طابليت، بابي هيجينيك ما بقاش في لي طابليت، لو بابي اسويتو بحال داك اللي تيقولوا لي جو بونس كيقولوا لي سوبالان في المغرب ما بقاش حتى هو في سوغ لي طابليت. زعما كتمشي كديري اون كوموند سبيسيال pour avoir هذاك لو ستوك، تيقول لك تجي اتيلر الى كيدخل لو ستوك بحال دابا يحطوه ا 8 اور 9 اور ما بقى حتى شي حاجه. دونك سيتي لا بانيك وتقديا سميتو الناس تقداو بالكثر كي وهنا سي ان بي دو كونسوماسيون، هنا تي كونسوميو زعما بزاف بزاف بزاف. هاد كورونا هذا الايجابيه اللي فيها هي شويه نقصات لا كونسوماسيون من الشريان غير بور لو بليزير، كتشري الحوايج غير بور لو بليزير، دونك تكالمينا شي شويه وردينا البال لراسنا. في الختام نبغي نسمع منكم رساله مباشره. لالا نبيله شنو تقولي احتفالا باليوم العالمي للمراه؟ الوغ انا كنقول كل النساء ديال المغربيات، كل نساء العالم، كل سنه وانتن رائعات متميزات متالقات، كل وحده فيكم راه هي بطله كبيره في الحياه ديالها والحياه ديال الناس اللي دايرين بها. حتى وحده ما كيخصها تنقص من راسها، اي حاجه دارتها ولو بسيطه راه خاصها تعرف بان هي راه ماشي مجبره ديرها، راه هي كديرها وهي مامنه بها، ديرها بحب، كديرها دي فوا بمسؤوليه، بعض المرات كديرها وكتظن انها راه بزمنها ديرها، ولكن هي كديرها لان فينالمون كتقول راه انا قادره نديرها وقادره نضوي يعني الدنيا ديال الناس اللي دايرين بيا. وهذه راه سي اون فورس اكستراوردينير، راه بزاف ديال الناس ما كيفهموش بانها
هذه راه واحد القوه خارقه اللي ما كتكونش عند بزاف ديال لي زيت خوزوما، ولكن المراه كتكون عندها لانها ما كتعرفش جوسكا كيل بوين هذيك القوه راه كتستمدها من الداخل ديالها، من العاطفه ديالها، بعض مرات من الايمان ديالها. ولكن انا كنقول لها دمتي متالقه كالعاده، ولكن كل الحياه ماشي يوم واحد، كل الحياه. لا يخطيكم. لالا مريم ختاما. ختاما نبغي نقول المرأة ما عندهاش غير نهار في السنة، عند الأيام كلها، لأن هي العمود الفقري ديال بيتها وديال المجتمع. زعما كملي في طريقك براسك مرفوع وبافتخار، أنت جوهرة اللي خصنا نحافظوا عليها، جوهرة اللي كيبغي، اللي عندها واحد الخيوط ديال 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 الضوء اللي كتضوي على وليداتها، كتضوي على زوجها، كتضوي على عائلتها، كتضوي في المجتمع ديالها. دونك كوني دائما متألقة وعزي راسك وتهلاي في راسك، وانا كنرفع لك القبعة، وتحية وتقدير وحب لك أيتها المرأة المغربية العربية ولا المغاربية، المرأة بصفة عامة في المكان. كنبغي نقول لكم أنا بدوري شكرا بزاف لكم، كنبغيكم بزاف، كل عام وأنتن متألقات وأنتن جميلات وأنتن رائعات. لا لا يخطيكم، لأنكم اليوم كنتم معي نموذج للنساء. تكلمنا شوية على حقوقنا، وتكلمنا شوية على كوفيد، وضحكنا مع بعضياتنا شي شوية، ونبغي نقول كل عام وأنتن بألف خير، والله يجمعنا في ساعة الخير، وإن شاء الله دائما دائما فوق المستوى، فوق المستوى ان شاء الله. كنبغي نشكر بزاف لاله مريم منديلي، وهي كوتش التنميه الذاتيه والبرمجه العصبيه من كندا. شكرا جزيلا لك، الله يجمعنا في القريب العاجل ان شاء الله باذن الله، ونتلاقاو بشكل مباشر، لانني متوقعه انني نتلاقاك. كنشكر ايضا لاله نبيله بن احود، استاذه في التواصل ومتخصصه في البرمجه العصبيه. شكرا جزيلا لك لاله نبيله، وان شاء الله نتلاقاو قريبا. شكرا جزيلا لك لاله اختك، وسعيده جدا بالتواصل معكم، وشكرا لكم لانكم شرفتوني اليوم. ختاما مشاهدينا الكرام، كنبغي نقول لكم شكرا جزيلا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه والمشاهده. بطبيعه الحال في اليوم العالمي للمراه كنبغي نقول كل عام وانتن بالف الف خير. خليك ديما مراه قويه، مراه مثابره، مراه مكافحه، خليك ديما في القمه كيف ما كانت الظروف ديالك. هزي راسك الفوق، وعمرك ما ترضي انك تكوني ضعيفه ولا منكسره كيف ما كانت الظروف صعيبه. الا كنتي تيقه في راسك وقادره انك توقفي على رجليك ولو انت محنيه، كوني على يقين بانه الوقفه ديالك غتستقم وغتزيدي لقدام، وغتقدري تنجزي مجموعه من الانجازات في حياتك الا توكلتي على الله وتقتي في ذاتك وتقتي في القدرات ديالك. انت كامراه حره مغربيه لكن مجموعه من الامتيازات، قادره تغيري حياتك من الحسن إلى أحسن. حد سعيد لكنا جميعا، كل عام وأنتن بألف خير. ومن خلالكن أحيي كل الرجال، وكنحييه بطبيعة الحال هشام أبو زروال اللي رافقنا اليوم في الإخراج. دمتم في رعاية الله، تصبحون على خير، وإلى اللقاء.